أعتقد إن أنا سميت الفيديو ده ابعد عن حيحة ولا حاجة، وده حيحة لاكوست بروم. مش عارف أقول فيه إيه بصراحة. هو ريحته حلو بس ما بيقعدش أكتر من نص ساعة، يعني حاولت كتير إن أنا يعني أرش كتير، أرش قليل، أحطه على هدوم، أحطه على جلد، أعمل فيه كل حاجة، مش نافع. ريحته حلوة يعني، عاجبني ريحته، في تركيبته جميلة، في حاجات كتير، في نوتس كتير قوي، بس أداؤه ما ينفعش أوصفه. لو في أقل من الصفر هحط له أقل من الصفر، ده بسالب يعني يا جدعان، مش كده، ما ينفعش. ده بتحطه على مطروح آخر الأوضة خلاص، بيروح منك، ما بتشمش حاجة. ولو نزلت الشارع خلاص والله 3 دقايق بالظبط مش هتلاقيه. يعني ما أنا مش عارف أعمل إيه. أنا مش متأكد إن الإزازة دي أصلي ولا مضروبة، لأن دي أنا جايبها أونلاين، بس في العادي يعني أنا بجيبها من أمازون، فبتبقى إن هي أصلية. ما اعرفش يعني، انا مش عارف اقول فيه ايه، بس في الوقت الحالي بتجربتي الحاليه وبالريفيوهات اللي انا بسمعها عن اللاكوست ان الاداء بتاعهم متواضع، فحتى لو دي اصليه او غير اصليه بغض النظر عن الموضوع ده، هم ادائهم مش كويس، برفاناتهم محتاجين يعني يغيروا تركيبتها ان هي تقعد شويه اكتر من كده، شويتين ثلاثه اكتر من كده. لو انت بتحب لاكوست قوي عندك اختيارات تانية، لاكوست بلون، لاكوست نوار اللي هو اللاين ده من لاكوست، بتلاقيه بألوان كتير، فده ثباته احسن من ده، ويمكن ده اصلي وده مضروب، معرفش لسه يعني، مش عارف ايه. ممكن ابعت لهم ايميل اسألهم يعني هو ايه، اتأكد من الباتش نمبر ولا حاجة. يعني 30 دولار في 100 مللي في حاجة ما بتكفكش نص ساعة على بعضها، انا شايف بصراحة ان ده حيحة ولازم تبعد عن حيحة.